يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في مسجد يوجد أمام محرابه قبر قريب منه لكنه خارج المسجد؟ إذا كان منفصلا عن المسجد بممر أو بفضاء، أرض فضاء ليس ملتصقا بالمسجد، فلا بأس بالصلاة في المسجد. أما إذا كان متصلا بالمسجد من أي جهة ليس بينهما فاصل فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد، لأنه مسجد على قبر. نعم.